عثر علماء الفلك على كوكب خارج النظام الشمسي يكاد يكون مماثلا للأرض، واستخدم العلماء تلسكوب كابلر 452 بي التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا والمخصص لرصد الكواكب. المعلومات التي وفرها كابلر غنية، والمجتمع العلمي لديه الحق بالوصول الكامل لتكون قادرة على استخراج الاكتشافات المستقبلية من البيانات. لكن اليوم نحن نعلم عن التوأم القريب، التكلم للأرض عن الأرض الثانية التي وجدناها حتى الآن في البيانات. العلماء قالوا إن الكوكب الذي يعتقد أنه أكبر من الأرض بنحو 60% يوجد على بعد 1400 سنة ضوئية في مجموعة نجمية.